واستناك حابب تعبي لانه عشانك راضي بقلبي لانه معاك كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك حابب تعبي لانه عشانك راضي بقلبي لانه معاك لانك حبيبتي وحلمي اللي غاب قلبي بيرفض يبطل عذاب وكل اللي غايب تملي بينسى ودايما يفكرني بيك الغياب بشوفك معايا ولو مش معايا بدور وادور وعمري يفوت تعبنا ولا مر قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت بشوفك معايا ولو مش معايا دور ودور وعمري فوق تعبنا ولا مر قلنا كفاية ولا حتى يقدر يفرقنا موت كل ما بقدر يوم انساك برجع دور واستنى لانه عشان راضية بقلبي لانه معاك. خليني اتفق مع حضراتكم ان احنا امام موهبة مختلفة، مطرب مختلف، يعني ليه كده مذاق خاص. علي الألفي من بورسعيد وتخرج من بورسعيد، وكان الحقيقة كمان معروف جدا في جامعته، كان بيغني، غنى في سن صغير جدا وتألق، بعد كده انتقل إلى القاهرة بعد طبعا دراسته ونجاحه، انتقل إلى القاهرة وبدأ بقى في نشاطه الفني، بيغني في ساقية الصاوي، بيغني في دار الأوبرا، ليه جمهور وليه فانز وليه ناس كتير وعنده موهبة مختلفة حسبتها معاكم النهاردة. مساء الخير. مساء الفل. يعني أنا فاكراك كويس قوي وعارفة موهبتك وعارفة غناك، أنا بحس عندك حاجة كده مختلفة، ليك طعم مختلف. الحمد لله. ما قعدتش كتير في The Voice بس علمت، ناس فضلت فاكراك. لأني حاولت ألفت النظر وقتها بإني أعمل، يعني كنت أول حد يجرب يعمل الفيوجنز، وكان الفيوجن من إكستريم لإكستريم، من الأوبرا لست ام كلثوم، فيعني من اقصى الشرق لاقصى الغرب. ازاي انت تربيت على سيده ام كلثوم والاوبرا جات لك ازاي؟ انا يعني من بيت سميعه، يعني بابا الله يرحمه كان ليه ذوق غريب جدا، انه كان بيحب يسمع عبد المطلب وليلى مراد، وهما الاثنين مختلفين طبعا، يعني مختلفين. امي سميعه ورده، جدتي الله يرحمها كانت سميعه ام كلثوم قوي، فانت في بيت بقى مليان اشكال غنائيه، ورغم انه ولا حد منهم يعني فنان او بيغني او بيعزف، لكن انا بقى عندي مخزون ده. لما جيت القاهره وبعد فتره يعني حاولت ان انا شفت ان الغنى الكلاسيكي وغنى الاوبرا ده تمرين جيد لعضلات المغني، لان احنا في الصوت احنا في الشرقي بنستخدم احساسنا اكتر، في الاوبرا بيستخدموا عضلاتهم والتكنيك طبعا اكتر. فحاولت الصوت الاوبرالي فين انت؟ فين انا؟ تينور. تينور وده مهم قوي الحمد لله، يعني فده اللي بيخليك تغني كمان طربي، يعني تينور يقدر يغني كده يعني. الحمد لله. انت من بورسعيد صح؟ صحيح. بكره عيد القومي لبورسعيد، ولينا الفخر. انا بحب اليوم ده قوي. بورسعيد بجد مدينه ومحافظه بديعه،
بس الغنى في بورسعيد ليه برضو طابع خاص. الغنى البورسعيدي شبه البورسعدية، البورسعدية قوم احتفالات، قوم صوتنا عالي وبنحب اللمة والضمة والسمسمية، والغنى اللي صوته دايما يعني حفلة السمسمية اسمها الضمة لأن الناس بتقعد كده في شكل دائري كأنهم شكل في ضمة مضمومين على بعض ويغنوا أغاني السمسمية. طب انت فاكر حاجة كده نهديها لبورسعيد يعني؟ يا سلام طبعا، في الدندنة يعني كده ونقول لهم جدا جدا يعني طبعاً. مدينة باسلة، وده يعني 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 أعتقد العيد القومي الخاص بالعدوان الثلاثي. طب اسمحي لي أغني مش سمسمية، هغني لبورسعيد غنوة طبعاً وطنية. طبعا معاك جدا، كلنا نغني بورسعيد. دي كنت انا بهديها لبورسعيد، اسمها على ناصية العالم، لان بورسعيد هي بتاع قارة افريقيا، كنا مسمينها على ناصية العالم. صحيح. كلمات شعر احمد شلبي والحاني. صحيح. على ناصية العالم واقفة بقالها زمان، كان اسمها تنيس وبيلوزو كان يا مكان، بين القناة والبحر اتولدت من جديد مدينة عبقرية، وهي دي بورسعيد، بلد مفيش زيها في جمالها أو سحرها، كل اللي عدى عليها بيحكي عن أهلها، عرب على خواجات بنوا البيوت حكايات، الله الله على البواكي وجمال الترسينات. الله الله الله، وكل سنة وأهل بورسعيد بألف ألف خير. يعني وانت بتغني عمرو دياب جه من بورسعيد، ايه حكايه بورسعيد والموهوبين؟ البحر بيخلي الناس فنانين، البحر بيخلي الناس تغني حلو يعني. ده حقيقي، وزي ما اتفقت مع حضرتك ان بورسعيد بلد ليها خصوصيتها جدا جدا، خصوصا انه احنا في بيوتنا سمعنا كتير حواديت الحرب والتهجير وكده، والبورسعيديه سابوا بورسعيد عاشوا في مصر كلها ورجعوا بثقافات مصر كلها. صحيح. انصهرت في بورسعيد من اول وجديد. صحيح. فاستاذ عمرو دياب بورسعيدي، الموسيقار هشام نزيه بورسعيدي، استاذ محمود ياسين بورسعيدي. صحيح. انا بورسعيدي. ناس كتير وانت بورسعيدي طبعا، بس الاسماء دي مش ملهمه بالذات عمرو دياب في الغنى؟ جدا جدا. ما حسيتش ان انت طب والله الحلم ممكن يعني ده حقيقي ممكن يحصل؟ وهو لو في نموذج بيقول للناس انه اللي بيصمم على حاجه بيطولها فهو عمرو دياب. بتغني يعني لعمرو دياب؟ طبعا. طب يلا دندنة كده. يا سلام. الله، ناخد الفال برضو ايه؟ يا رب. تيرارا، تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي؟ خلاص ما بقينا اتنين، طول عمرنا عايشين روح واحدة، دلوقتي خلاص بقينا روحين. تقدر تتكلم عن روحك يا حبيبي؟ خلاص ما بقينا اتنين، طول عمرنا عايشين روح واحدة، دلوقتي خلاص بقينا روحين. وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وهو بكرة نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين، وهو بكرة نقول كانت ذكرى عشنا لنا يومين. الله 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 الله، شكرا يا اساتذه، يعني شفتي فرقه شاطره ازاي؟ دول ناس جميله والله على ده، شكلي هروح اغني معاهم انا ده يعني. لا ناس جميله. طيب عايز تعرفنا عليهم يعني؟ طبعا برضو من حقك يعني. يعني الناس دي مبدئيا انا كنت للاسف توقفت عن الغنى شويه ورجعت، الناس دي حببتني ان انا اغني لايف تاني. هم الاساتذه معاطي واحمد الارتيست الايقاعات، زياد ياسر
وياسر صديقنا. يعني مين ياسر في ال بس هو واحد اسمه زياد ياسر. زياد وياسر. يعني الأربعة وفي صديق لينا كمان مش معانا النهارده هو أحمد مجدي. أيوة. الناس دي حببتني إن أنا أقف على المسرح تاني. أكيد هما وجودهم مهم ومشرفينا. أنت غنيت لعمر دلوقتي وبورسعيد والصدفة، أنت شايف إنه جيل عمر محظوظ عن جيلك؟ لحقوا الإنتاج. شافوا لحقوا الإنتاج؟ آه. بس أنت في السوشيال ميديا وفي الإنترنت وفي الإنفتاح والفانز اللي بالملايين واللايكات اللي بالملايين. اللايكات دي يعني بفلوس، اللايكات دي مش ببلاش. ايوه بس في فانز. فاكره زمان حضرتك لما كنا بنمشي على كوبري اكتوبر البوسترات الكبيره بتاعه الالبومات دي ما عادتش موجوده، بس بدل فلوسها بيدفع بفلوسها سبونسر على السوشيال ميديا. يعني لو رجع الزمن ترجع تغني في الزمن بتاع عمرو دياب؟ اتمنى تغني في زمن عمرو دياب. انا وحشني قوي الشريط البلاستيك، وحشني انك تسمعي الالبوم على بعضه 12 غنوه حدوته ليها بدايه يعني وسط ونهايه. يعني شايف ان الشريط البلاستيك كان هيديك يعني كان هيدي للناس جرعه مني احسن انك تغني لايف على الفيسبوك او على اليوتيوب او في النهايه اللي بيسمعك وهو بالبيجامه وانت قاعد لايف قدامه غير اللي اشترى شريط وسمعه وراح معاه وراح جاي لك الحفله. زمان حقيقي متعه. انا بحب الالبوم اكتر من السينجلز، بس للاسف ما ينفعش دلوقتي يتقدم البوم. يعني اللهم الا مثلا مدام انغام هي اللي لسه بتعمل البومات، مدام اصاله هي اللي بتعمل البومات. انما فكره انه الالبوم انك تقدم للناس خلاصه ذوقك في 12 غنوه بتعرف تقدم وتفن اكتر ما هي غنوه. طب لو انت بتكلم منتج من المنتجين دلوقتي هو بيشوفنا، يعني المنتج دلوقتي خلاص عكف وقال لك تمام ده الناس بتسمع على طول، يعني زي ما انت قلت الفانز قاعدين بالبيجامات بيسمعوا المطرب. صحيح. فما بقاش في حكايه الشريط. لو انت دلوقتي من جيل تاني، انت من جيل الايقاع السريع والحياه السريعه، لكن انت تحب ان لو منتج قال لك يلا نرجع نعمل سي دي وشريط تحب ده؟ اتمنى جدا. اتمنى ده. اتمنى واتمنى كمان انه المبنى العظيم اللي احنا فيه ده كان زمان اكبر جهه انتاج. سبيرو كان هي الاذاعه المصريه كانت جهه الانتاج، حفلات اضواء المدينه وليالي التلفزيون كانت هي جهه الانتاج اللي بتخلي الناس تشوف المغنيين. ما نضطرش نروح التالنت شو بره، ما نضطرش ان احنا كل مطرب دلوقتي بيشتغل بامكانياته بينتج لنفسه. بس احنا قادرين ان احنا نساعدك وانت تيجي تغني. وانا سعيد احنا جدا. احنا قادرين على ده. يعني انا اول ما تقلي ما اعتقدش انه لسه يعني هذا المبنى او المتحده للخدمات الاعلانيه يعني اكيد كل انا عايزه انا كتبت قريب برامج لاكتشاف المواهب. انا كتبت قريب انه المتحده حقيقي والله العظيم، ودي مش مجامله ولا اي حاجه، بقت بتقدم محتوى غنائي ظريف يعني كويس جدا في سيزون واحد. انت بتتفرجي، ممكن اقول اسامي البرامج بتاعتنا بتاعت المتحده؟ طبعا. صاحبه السعاده وسهرانين وانغام في اسبوع واحد بتقدم صحيح. للناس وجبه مزيكا حلوه قوي. قوي ناقصنا الحفله. ناقصنا صحيح. الحفلات صحيح. والدوم طبعا. انغام كمان بالذات بتعمل توزيعات جديده للاغاني. برنامج موسيقي من البرامج متكلف. المهمه جدا حقيقي. اولا بحييك لان انت كمان في اخر حفله ليك يعني دعمت انغام في فتره اعاده بالشفاء الحمد لله. الحمد لله بقت زي الفل، لكن انت يعني وقفت قدام الجمهور وقلت لهم ادعوا لانغام. ده صحيح؟ ده صحيح. غني بقى الانغام يعني طبعا وبس كلام. طب نغني الانغام. طب ري ماينر يا اساتذه، عايز تروح تغني هناك؟ يلا بينا. يلا تمام. بس قولي هتغني ايه وانت رايح. مناله الخير تيرتا. ايه يعني فوتني وانساني؟ ما هو يا ما اتحمل علشاني، يا ما كان قلبه عقلاني. وهتمنى له الخير، ما هو قبل ما يجرحني دواني، كان عمري وكان هو زماني وقلبي وروحي وعناي. هفتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا، هفتكر له أيام هوانا والخطاوي اللي افترقنا، هفتكر له حاجات كتير كانت ما بيننا، هفتكر له
لحظة له أنا وانسى لحظة ما افترى لما كنا بنقسم الفرحة بعيوننا. هفتكر له حاجات كتير وهتمنى له الخير. عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك عشان كده يعني بقيت منفعشي ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك وكان مفروض ما احبكش ولو حبيت ما بينش ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيك وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني والله وقعت بفكر فيك كتير بالي عليك مشغول وانا بتصعب علي حالي وانا بكتب لك كلام معسول بعيد عن عيني وعيني مع غيري ومش مبسوط ضيع عمري يا عمري بحبك حب مش مشروط ما بتعلمش بغير القلب ما بيحلمش ينام الليل سهرانة هوا ما بنامش يروح ويغيب وينساني ولما يجيني من تاني يسامحه القلب في ثواني كأنه لاني ما يعني ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني يلا هادي هي جات على جرحي يعني ما الجراح بالكم في قلبي عادي يعني بس كان في شبر فاضي حط جرحك فيه وزود اسمي جوه الخانة ماضي جرحي في خانة التعود اسمك في المواجع تخد الملحوظة اكتب ان الجرح واجع حط اسمك في المواجع اكتب ان الجرح واجع اما في الخانة هنرجع اكتب انه ما عادش يعني بجد مش عارفه اقول انت بتحب مين فين ايه الساعه كام يعني من ويجز الانغام لبهاء سلطان يعني الميدلي ده حدوته اصاله يعني كمان كنت قاصد ان هو بيحكي حدوته حد حب بسرعه وحصل له اتاتشمنت
وبعد كده هي انا غلطان بتاعت استاذ بهاء سلطان، وبعد كده من احلى اغاني هو بهاء سلطان كله حلو. مش معقوله الاغنيه بهاء سلطان كله حلو اصلا، يعني انا كمان حبيتها من غير التوزيع على البيانو كانت حلوه قوي. وبعد كده الكلام بتاع ويجز بتاع والله وقعت بيحكي عن الاتاتشمنت العنيف قوي، وبعد كده ما بتعلمش العلاقه خلصت بس طبعًا. هو ستيل ما فيش. بعد كده بقى بدا يلا عادي هي جت على جرحي هي يعني جت على جرحي فالحاجات دي انا بعملها للحفلات للجمهور ودايما. هل ده ذكاء عشان انت كده بتجمع اكبر مستمعين؟ اللي بيحب ويجز يبقى سامعك، اللي بيحب انغام بيحب اصاله، يعني شرقي على رومانسي على راب على يعني. انا ببقى حريص حقيقي، انا في حفلاتنا بنقعد ساعتين ونص على المسرح، ببقى حريص انه بجد كل واحد ليه ذوق في حاجه هيلاقيها. انك تبقى قاعد مستني مفاجاه طول الوقت، وانك تبقى سامع حاجه لمساك تخليك تغني، لاني بستمتع قوي اني اخلي الجمهور يغني معايا ويخرج حاسس انه مخرج طاقه. بس ده برضو ذكاء منك، لان انت كده بتلف في الغنى، يعني بتلف على كل الاصوات. الحمد لله. واضح انك عاشق لاصوات كتير، يعني متاثر بانغام كمان كتير. طبعا انغام بالنسبه لي مرجع. يعني هي وما بتكسفش، هي مشروع غنائي متاثر بيها هي، يعني هي كمان بدات من سن صغيره ونجمه كبيره في مصر، ونقلت تعليمها في الكونسرفاتوار للاغنيه التجاريه. صحيح. بقت تخلي الاوركسترا تلعب في صحيح. الغنوه التجاريه، وده كان يعني صعب جدا وحرب عنيفه لغايه ما قدرت يبقى ليها شكل على المسرح. عشان كده انا فعلا يعني انا مش بس كده، انا كنت بحب اروح احضر بروفاتها تتعلم أذاكر أشوف البروفة بتدار إزاي، أشوف المطرب بيبقى سامع إيه. يعني بروفة أنغام مذاكرة بالنسبة لي. بص أنا يعني في وقت من الأوقات ما عرفتش فنان كبير بقيمة يعني محمد منير لما غنى الوردة، وبعدين غنى النجاة. صحيح. وغنى ويعني يعني أعتقد يعني غنى قليل للرجال، بس غنى الأصوات نسائية كتير. أنت واضح أنك برضو عندك هذا العشق يعني. أنا بشوف أن الأغنية ملهاش بطاقة بتقول ذكر أو أنثى، الأغنية أيوه. كلام ولحن. الأغنية بس أحيانا يقولوا الصوت أقرب، يعني صوت الراجل أقرب لصوت راجل. مش صحيح. الصحيح اللفظ، يعني أنا ما ينفعش أقول عشقة وغلبانة لأنه لفظ أنثوي جدا. صح. إنما ينفع أغني تقصد الكلمات بقى. الكلمات اللفظ الكلمات الأنثوية ما ينفعش أغنيها. صح. ولكن لو كانت محايدة أغاني وردة تليق على كل الناس، أغاني أم كلثوم تليق. زي ما الجسمي غنى أما براوة. ما كل اللي كاتب الاغاني دي كانوا رجاله. صحيح. واللي ملحنينها رجاله، واللي أيوة. استمتعوا بيها. انا هموت واعمل حفله كلثوميات جدا، واغني اربع يعني اعمل فاصل زي ست ام كلثوم ثلاث اغاني طوال. نفسي اعمل حفله واحده كده كونسبتشوال، ان انا اعمل حفله لاغاني ام كلثوم فقط بس. طب ما تعملها مره عندنا هنا في التاسعة. يا ريت نعمل حفله كده لام كلثوم وانت تغني. اعزميني بس وانا يعني جهز. انا ساكن قريب فهتلاقيني جاي على طول. السنه الجديده كده في الشتاء، قعده شتاء، يشرفني احط لك طبعا. شويه شموع هنا ونعمل حاجه سلطن الناس جدا. خلاص اتفقنا. انا والله وعد. خلاص مصطفى حمدي هيحطها، مصطفى حمدي رئيس تحريرنا هيحطها في الجدول. طيب انت اقدر اقول عليك مطرب يعني بتعمل ايه كومبو كده؟ لانه اللي انت عامله ده كومبو. صحيح. طيب تعال نروح نشوف الكومبو الحقيقي اللي انت بتعمله، لانه علي الالفي عمل كومبو على اليوتيوب. عمل ايه؟ نشوف ونرجع تاني. اتهاجمت ورده كتير قوي في المرحله الاخيره من الناس المنتميه للاغنيه الكلاسيكيه، لكني انا كنت شايف ان هي ست عارفه هي بتعمل ايه. عايزه تفضل مغنيه. ما خد بالك حتى لو انت شبعان ماديا، جوعك للفن وجوعك لممارسه الغنى ده في حد ذاته جوع. الروح الحلوه ورده محدش شافها ما قالش عليها قلبها قلب عيله صغيره، لدرجه انها كانت بترتكب اخطاء رهيبه على المسرح في حفله رسميه لما بلغت في الهزار مع شخصيه كبيره في وقتها، وبناء عليه ما شفناش ورده على المسرح في مصر تاني. فلو انت بتتكلم على نقطة تحول واحدة، اعتقد ان وردة مشوارها لازم يتذاكر لانه فيه اكتر بكتير من نقطة. ايه حكاية الكومبو وبعدين حديث عن فنانة الكبيرة وردة؟ صحيح. انا لما بحب اسمع غنوة بحب اقعد احكي عنها، لو حبيتها يعني احكي ايه اللي لمسني انا فيها، ايه اللي خبط فيا في مشاعري، واحكي ظروف صناعتها وكده. فاصحابي قالوا لي طب ما انت بتعرف تقوله، قوله
صوروا اتكلم. وكان ليا صديق يعني استاذ عمر مصطفى، يعني هو اللي دفعني زقني زق ان احنا نصور، حتى مصور في بيتي يعني يعني فيري هوم ميد بروجكت، وانا اللي منتج بايدي وشغال فيه لسه او لسه شغالين بتعمل فيه. بحكي الكومبو حواديت انسانيه ومزيكا مع بعض. انه بحكي يا اما عن قصه صناع المزيكا، يا اما قصص عاطفيه حقيقيه او تجارب انسانيه جدا، واربطها بما الاغاني اللي بتليق عليها. فكومبو حقيقي. حكيت عن الست ورده، حكيت عن اغاني للست فيروز، حكيت عن انغام في وقت من الاوقات، حكيت عن شيرين، حكيت عن الله يرحمه سمير صبري. كنت بحكي يعني انسانيا وموسيقيا وتربط بالبتاع. مش قادره اقاوم ما اقولكش مقطع من ورده، لانه برده مش عايزه احرم الناس من الحاجات اللي انت محضرها. طيب حاجه مقطع كده عشان بياتي مي بياتي يا شباب لو سمحت. خلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخداك بعيد، عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، وخلتنا خاف لما بحس بخطوتك واخداك بعيد بعيد، عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، وخليك هنا خالي وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة وبلاش تفارق، خايفة من بكرة واللي هيجرى لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح، ولا يا حبيبي لا لا الفراق ده لا، شوف كم سنة من عمرنا ضاع مننا، كم سنة كم سنة، حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام، خليك هنا وبلاش تفارق، حرام وحياة عينيك خليك هنا وبلاش تفارق، وخليك هنا الله 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 الله. عارف وانت بتغني انا افتكرت كمان انت قلت لي نفسك تكون في الزمن بتاع الشرايط والسيديهات، يبقى نفسك تروح لزمن كمان الملحنين العظام زي بليغ حمدي. يا ريت يا ريت. يعني لو كنت في حضره بليغ ماذا تغني؟ همسك له الريبرتوار بتاعه من يوم ما بدا اغنيه فات الميعاد قوي طبعا، واغني في غنوه بحبها قوي لست ام كلثوم مش منتقى، اللي هي كل ليله وكل يوم. طبعا، لانه طبعا يعني فيها سلطنه وفيها شجن طبعا وفيها طبعا كلام حلو قوي. انا عايز اغنيها. غنيها. كل نار تصبح رماد وتصبح رماد مهما تقيد، إلا نار الشوق إلا نار الشوق من يوم عن يوم تزيد تزيد تزيد. ابعتلي قولي انت فين انت فين لو تقدر، بستنى منك
كلمتين مش أكتر يطمنوني حبة عليك وعالمحبة، عليك وعالمحبة. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين الحنين؟ الله، لو اخترت لك اسماء كده، أصالة، شيرين، أنغام، كلهم تغني مع مين ديو؟ كلهم طبعا. لا لازم تختار. أنا نفسي أقابل أنغام أصلا. نفسك تقابل أنغام؟ نفسي أقعد مع أنغام كده قعدة كده وأفضل أقول لها أنا بحبها قد إيه كتير يعني. إحنا هنحدد ميعاد بينك وبين أنغام. يا ريت والله. يعني أنا قابلتها طبعا يعني. كنت زي ما قلت لحضرتك بحضر بروفات وحفلات، نفسي أقعد معاها بقى وأغني كتير وكده يعني. إحنا هنحدد معاك مع أنغام ونصورك وأنت بتسلم عليها. في انتظار وعدك ده والله. إيه رأيك؟ خلاص؟ جدا يا ريت. هنعمل لك الوعد ده. جدا جدا، ونغني بقى ساعتها مع بعض. تغني بقى مع أنغام. بحلم بيه. طبعا اكيد يعني. طيب انا حاسه وانت بتغني عندك روح التمثيل. صحيح. موجوده. وانا بتشرف ان انا خريج ورشه استاذ خالد جلال مركز الابداع الفني. ده الاستاذ طبعا، استاذ المواهب. وانا يعني دفعتي كانوا علي ربيع وكريم عفيفي وسارة سلامة. طب ازاي ما دخلتش؟ ما حصلش نصيب يعني؟ لسه كنت مركز اكتر على اني مغني على الغنى وما اجتهدتش، بس حقيقي انا دلوقتي اللي بدفع نفسي يعني. ساعات كمان بيبقوا مش متخيلين، انت خلاص موجود في الغنى فهتيجي تعمل اوديشن ازاي؟ فانا بيستغربوا ان انا بروح اعمل اوديشن واقعد جنب الناس يعني مستني دوري. عشان انت شكلك هتقعد معانا في الاستوديو، هنظبط لك التمثيل والغنى. انا جاهز يعني. اكتشفيني يا مدام شفت. ايوه يعني شكلك كده هنظبط كل الحاجات دي. مشروعك، حلمك فين؟ بتحلم بايه؟ هقول حلمي انه للاسف انه في ناس خدت فكره انه احيانا المطرب عشان يبقى مطرب ممكن ما يبقاش بيفكر كويس، ما بيتكلمش كويس، ما بينشرش عن نفسه معلومات كويسه. لا، انا حلمي ان انا اوري الناس ان المطرب ده شخصيه مثقفه متعلمه. ده ليه عندنا مطربين عظام طبعا يعني. طبعا طبعا, طبعاً. ونفسي انه كمان جيلنا كمان يبين ده. وبحلم كمان جدا ان انا اغني قدام سيادة الرئيس. ده بجد انا عايز تغني قدام سيادة الرئيس جدا، ونفسي اغني في احتفالات اكتوبر، في احتفالات. بس ده حلم مشروع، وسيادة الرئيس ما بيتاخرش عن اي شاب مصري ابدا. انت شفت اخر مره في افتتاح مدينه المنصوره الشابه اللي وقفت قدام سيادة الرئيس قالت له نفسي يعني اعزم قدامك يا سيادة الرئيس. انا حقق نفسي لها الحلم ده وهو موجود. نفسي اكون مطرب في احتفال رسمي كبير يليق يعني احتفال مصر، احتفال بلدي، واغني قدام سياده الرئيس. والله انا وعدتك بحاجات كتير، بس دي نحاول برضو يعني نبعت صوتك ونحاول فيها. يشرفني جدا. يعني ليه اخترت انك نفسك تغني قدام سياده الرئيس؟ انا كنت بعشق احتفالات اكتوبر طول عمري. وبشوف انه شرف انك تغني للبلد وتغني قدام رمز البلد. وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الراجل مش مقصر. طب ما تقف على المسرح قولي الأغنية اللي أنت عايزها وكلها أكيد سيادة الرئيس هيشوفها، إيه رأيك؟ الحاجة اللي أنت نفسك تقول. طب أنا هغني لحضرتك من غير مزيكا لأن الفرقة ما تعرفش الغنوة دي. طيب غنوة ماشي. أنا مغنيها اسمها صدق عينيك، عن الإنجازات اللي حاصلة دلوقتي، إنه صدق عينيك أنت شايف دلوقتي اللي بيحصل. طب إيه رأيك برضو تغنيها وأنت واقف على المسرح من غير الفرقة؟ أوكي. تحب تغنيها براحتك؟ طيب. أوكي. من غير مزيكا لسه الاول. بلدك أمانة وكل واحد مننا له دور، ضابط، مهندس، صحفي او دكتور، ويا كل حد اتمنى لينا الشر، الحلم عاش كمل وشاف النور. بلدك أمانة ومفيش مجال دلوقتي للاستسلام،
جه وقت فيه تتحقق الأحلام، شوف المباني تسد عين الشمس، وحنبني لسه الميت سنة لقدام. صدق عينك الدنيا والناس كلها باصين عليك، شوف اللي حققته بصبرك وبإيديك، ودي مش غريبة عليك يا مصري من سنين، إنك مفيش ولا حاجة تقدر يوم عليك، في إيد بتبني والتانية بتحارب، الكل شايل بلده جوه العين، وقدرنا نبني في بلدنا تاني بلاد، في العاصمة وجلالة والعالمين. الله 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 الله، يعني أغنية حلوة قوي. دي كلمات شعر شاب شادي شديد وألحاني وتوزيع عمرو فؤاد، وبتمنى فعلا ان انا اغنيها في احتفال رئاسي يشرفني. ان شاء الله، مين عارف، ان شاء الله ده يحصل. ان شاء الله ده يحصل. طيب تحب نكمل الكلام؟ يلا بينا. كل الاحلام يعني تحقيقها سهل. صحيح. احنا في بلد حلم المواطن بقى سهل يتحقق. صحيح. وانا متاكده ان اغنيتك دي هتوصل باذن الله. يشرفني. أكيد حقيقي. أنت شايف مشروعك بقى فين؟ يعني بتغني الناس كتير، عندك صدر رحب، ما عندكش مشكلة تغني لأي حد. صحيح. عايز تسعد الناس، أنت شايف أنت واقف على أول مغني المشروع مسرح. ولا لسه؟ مشروعي أني أعمل محتوى كبير من الحفلات، عشان كده أنا أول ما بدأنا نتكلم كنت يعني عشمان في الحفلات. أنا بشوف نفسي على المسرح، تلف محافظات مثلا جدا، أنا تغني للشباب في كل مكان. السنة دي كان ليا الشرف إني عملت حفلة ضمن مبادرة حياة كريمة مع دار الأوبرا المصرية. حلو طبعا. سافرت قرية نائية هم عمرهم ما حضروا حفلة طبعًا. أنا والرجالة دول يعني والله وصلنا بصعوبة جدا، بس كنا سعدة جدا لما غنينا طبعا، وتلاقي الناس كانت سعيدة أكتر. نفسي زي ما كان كده في يوم من الأيام ست أم كلثوم بتعمل حفلة كل شهر، يبقى لي حفلة ثابتة محجوزة والناس بتيجي تحضرها وتيجي تسمعها. اني اتواصل مع الجمهور احلى من اتواصل في الاستوديو مع الميكروفون. عايز تتفاعل مع الناس اكتر. ده حقيقي. ده حقيقي. انت وعدتني انك هتغني حاجة ما بين السيدة ام كلثوم ولاتن. استاذ محمد عبد الوهاب. هنغني كل ده كان ليه. كل ده كان ليه. دي هنسمعها دلوقتي. يلا بينا. يلا. كل ده كان ليه يا سيدة. فاتني
في قلبي شوق بيلعب بيه وخالي طير. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف. فاتني وفي قلبي شوق بيلعب بيه وخالي طير. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته هقوله ايه. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه. احترت اشوفه فين وان شفته هقوله هقوله ايه. كل ده كان ليه لما شفت عيني حن قلبي ليه وانشغلت عليه انشغلت عليه. كل ده كان ليه كان الله 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 الله. ده ايه الجمال ده بس؟ يعني هي فكره كمان انك تختار الاغاني تبقى من طبقه واحده وميه واحده علشان تقدر التحدي. بتتحدى نفسك ولا عايز تقدم للناس الحاجات مختلفه؟ لا بقدم مختلف. يعني بحاول ان انا ابقى جوكر بما ان انا ذكرنا الست ورده، يعني دي كان بيليق عليها كل حاجه. فانا بحاول ان انا يعني اقدم شغل اللي يبقى متنوع ومش شبه بعضه وكل شويه افاجئ الناس بحاجه. في حاجات بتصيب وفي حاجات ما بتنجحش يعني، بس بتحسب لي التجربه. مين المطربين يعني الرجال بقى اللي بيعجبك تجاربهم، بيعجبك اختيارهم للمزيكا؟ محمد محي اولا صوت ما ينفعش حد يخطئه، يعني هتسمعيها تعرفي انه محمد محي. محمد محي كان عنده جرأة في اختيار مواضيع وكلام والحان محدش عارف يختارها زيه. استاذ محمد منير طبعا. طبعا عمرو دياب احنا بنسمعه عشان نعرف المزيكا هيجرى فيها ايه. ايوه يعني هيودينا لفين. عمرو دياب بيقود دفه المزيكا اصلا. أيوة. يعني فمحمد محي بالنسبه لي عشان انا ذوقي شرقي اكتر وبحب الاغنيه اللي ليها حدوته وموضوع. أيوة. فانا بحبه جدا. طيب قولي، انت كنت بتقولي انك كنت في ورشه خالد جلال للتمثيل. صحيح. لو انت دلوقتي شايف نفسك فين في الادوار؟ عايز تعمل ادوار ايه؟ شايف نفسك تمثل ايه؟ تبقى مين يعني؟ يعني لا دي صعبه شويه، دي صعبه لانه لا يعني مين خاطف عينك في التمثيل؟ انا بحب خالد صالح الله يرحمه طبعا جدا طبعا. يعني طبعا اتمنى ان انا ابقى ربع قدرته عفويه والتلقائيه اداؤه كمان المسرحي عضيته على اللفظ. كان ليه طريقه لفظ مش عند حد تاني والله يرحمه. يعني انا عايز اقول لك حادثه تخصني. انا اول مره في حياتي حد من الوسط الفني كله يكلمني قبل حتى ما تعرف كان خالد صالح. طبعا شافني في برنامج، اتصل بالمذيعه وخد رقمي، لقيته بيكلمني يقول لي صوتك حلو يا ولا واحساسك وما هو. قلت له مين حضرتك؟ قال لي خالد صالح. انا ما صدقتش. أيوة قال لي والله انا خالد صالح. انا يعني طبعا ده شيء جميل. الله يعني الله يرحمه. طيب انا الحوار معك جميل وانا سعيده بيك جدا وبتجربتك وكمل، لانه انا شايفه ان انت عندك كومبو العفويه والتلقائيه وانك تغني كل الالوان وتعمل اشكال. عارف فكرتني حتى كمان بمخزون فرقه رضا لما هم لفوا المحافظات وعملوا رقصات تليق على محافظات مصر بالرقص والغنى. فانت بالغنى ممكن تعمل حاله مختلفه. ياريتو. اكيد يعني. تيجي نختمها شعبي؟ هختمها لك شعبي. نختمها شعبي. خليني اشكرك واشكر كل الناس الجميله مبتسمين وانا مبسوطه بابتسامكم، فيها تفاؤل يعني. ونختم معك شعبي. مدلي الشعبي. ترارا ترارا.
مداري لا يعرفوا الجيران من حبي فيك يا جاري يا جاري من زمان بخبي الشوق وبداري لا يعرفوا الجيران بخبي الشوق وبداري بداري لا يعرفوا الجيران تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم قلبي بيرقص من الفرحة الدنيا تدور حوالي معرفش ان كنت انا رايحة معرفش ان كنت انا جاي مخبي الشوق وبداري بداري لا يعرفوا تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك ما تقولي يا جدع تحت الشباك ولمحتك يا جدع بعدها وياك ما تقولي يا جدع إذا عديت قصاد البيت إذا عديت قصاد البيت أبص رجليك لا تبص لفوق وتزيد الشوق أمانة عليك بص واتكلم على عيني يا جدع يا سلام سلم على حبك يا جدع والحلو في الفرندا شاورلي وبصلي الحلو في الفرندا شاورلي وبصلي والقلب في الزمان ده بسرعة بيتملي الحلو في الفرندا شاورلي شاورلي وبصلي ويا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا يا 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 ولا يا بتاع التفاح لون تفاحك راح في خدود ست الكل يا بتاع الياسمين مين يندهلك مين واحنا معانا الفل يا بتاع الرمان رمانك ده بلان بص علينا وطل دي حرية يا ولا دي لولية يا ولا دي حرية يا ولا ولولية يا ولا ارحمني يا ولا يا ولا يا ولا ارحمني يا ولا والنبي يا ولا